يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم إلى الدوحة، حيث من المقرر أن يجري محادثات بشأن العلاقات بين الدولتين والأزمات الأخيرة في المنطقة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أوضح في تصريح صحفي مقتضب أن ظريف غادر طهران صباح اليوم في جولة تشمل سلطنة عمان وقطر. يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الإيراني إلى قطر منذ بدء الأزمة الخليجية في حزيران يونيو الماضي. ومن العاصمة القطرية الدوحة ينضم إلينا سلمان النجار مراسلنا هناك. سلمان، هل من تفاصيل حول هذه الزيارة وهي الأولى من نوعها؟ هل من أجندة مطروحة للتداول بين هذين البلدين؟ الحقيقة زاهر أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الدوحة في هذا التوقيت وعقب مرور نحو 4 أشهر على حصار قطر هو توقيت مهم، وهي زيارة بلا شك مهمة وتحمل على أجندتها الكثير. على الأقل هنا السلطات في الدوحة لم تعلن عن الزيارة ولم تعلن عن جدول أعمال الزيارة، ولكن أي متابع للشأن الخليجي وتحديدا للشأن القطري قادر على استشفاف أجندة هذه الزيارة. بالتأكيد هناك علاقات قطرية إيرانية متنامية بعد الحصار الذي ضربته 3 دول خليجية على الدوحة، حيث اليوم العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية متنامية بقوة، وأيضا حتى العلاقات السياسية هناك نوع من تقارب حتى سياسي فرضه الحصار الذي وقع على الدوحة. نهاية الشهر الثامن شهر آب كان هناك إرجاع للسفير القطري إلى طهران، وإعلان بأن مرحلة جديدة من العلاقات القطرية الإيرانية قد بدأت. كانت قطر قد سحبت سفيرها مطلع عام 2016 وأعادته نهاية شهر آب الماضي، حيث بدأت العلاقات بالتحسن بين قطر وإيران. على أي حال أيضا العلاقات نشاهدها اليوم في السوق القطرية. السوق القطرية بات يأتي إليها الكثير من الأغذية الإيرانية، إن كان خضار وفواكه وأجبان وألبان، تأتي من السوق الإيرانية إلى موانئ قطر وعبر الخطوط الجوية، أيضا تأتي إلى ميناء الرويس وميناء حمد بشكل مستمر، وهي موجودة وكثيرة في الأسواق القطرية. واضح أن العلاقات الإيرانية القطرية أو القطرية الإيرانية علاقات متصاعدة بعد فرض دول الخليج حصارها على الدوحة. شكرا جزيلا لك سلمان النجار مراسلنا في العاصمة القطرية الدوحة.